صباح النور والسرور، شخباركم؟ لاباس عليكم. بغيت نقول واحد الكلمه في هذا الصباح الزوين. صباحكم مبروك، وبغيت نقول للناس وجده الطيبين الغاليين شكرا لكم، شكرا على كرمكم وجودكم وطيب قلبكم. قلبكم الزوين اللي ما كاينش بحاله في هذا العالم. ناس طيبين بغيو الخير لكل شيء. فرحانه بزاف اني كنت معكم اول مره من مدينه وجده شرقاوي الغزالين، وكنبغي نشكر فتيحه البودالي اخي نبيل مود نكافة شهر عزاد ميك اب ارتست. كلكم تبارك الله عليكم، شكرا لكاع الناس، استاذ سقاط، كاع الناس اللي شفناهم، لافامي عزيزي، كلشي اللي تلاقيناهم كنقول لكم شكرا. شكرا كذلك لقاعة كريستال، كاع الناس اللي جاوا الحضور الكريم كنقول لكم شكرا بزاف. فرحت انني شفتكم، وان شاء الله نتمتع بشوفتكم مره وجوج وثلاثه باذن الله، وكنحمق عليكم كاملين. لوف يو اول. شكرا الحبيبه ديالي غزلان بنت مدينه وجده، فرحتك بزاف وشفتك هذه المره انت وإيلان الغزاله. شكرا الناس وجده بركان، كلشي الناس اللي جاوا حضروا تبارك الله عليكم. ومهما غادي نبقى نشكر فيكم ما غنوفيكمش حقكم. شكرا لكل المسؤولين، السلطات، الامن، كلشي الصحافه ديال وجده الى غير ذلك. كنقول لكم شكرا بزاف، والى ملتقى في القريب العاجل ان شاء الله. حاجه اخرى بغيت نتكلم عليها هي اغنيه المارياج. فريمون كان ابداع، شكرا لكل الطاقم، كنتم مبدعين. هي كلمات والحان مبدع خويا نبيل الحوري، وكانت التوزيع كان ابداع رائع. طبعا خويا اشرف بن صفيه ابدعتم، كنتم اكثر من رائعين. شكرا راجلي واداره اعمالي كان اخراجه، الكليب كان اكثر من رائع. وكذلك شكرا للمبدع حسن الكرفتي على المجهودات. شكرا محمد الحموني، كاع الناس يعني الطاقم كامل اللي دار واحد المجهود كنقول ليه شكرا بزاف. ومن بعد ستوري جايه غادي نتكلم على السبونسرشيب وشكون اللي اهتم بالاطلاله ديالي. كلكم من اي تو زد كنقول لكم شكرا بزاف. كذلك كنبغي نشكر اوتيل تيرمينوس اطلس تيرمينوس اللي مدينة وجدة، اللي كنبغي نشكر كل العاملين فيه، كنبغي نشكر الادارة تبارك الله عليكم، وشكرا على الاستضافة ديالكم وكرمكم والطيبة ديالكم كاملين. وكذلك كنبغي نشكر غرفة الصناعة التقليدية مدينة وجدة، الاستاذ محمد، وكلهم كل المسؤولين كنقول لكم شكرا بزاف. ان شاء الله